السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الوضع الأمني في محافظة عدن بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا لقوات الجيش أمام معسكر الصولبان. من جديد، تضرب التفجيرات الانتحارية تجمعا لقوات الجيش الوطني أمام معسكر الصولبان في العاصمة المؤقتة عدن، 30 قتيلا وعشرات الجرحى هم الحصيلة الأولية للعملية الإرهابية وفق تصريحات مدير مكتب الصحة في عدن عبد الناصر الولي إثر التفجير الذي استهدف قوات الجيش أثناء تجمعهم لاستلام رواتبهم الشهرية. هذا التفجير يأتي بالتزامن مع عودة الحكومة والرئيس هادي وقيامه بزيارة ميدانية إلى مبنى مطار عدن. حول المستجدات الأمنية وقدرة الحكومة على التصدي لهذه العمليات الإرهابية وكيف ستؤثر عودة التفجيرات على سير عمل الحكومة وتطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة، سيكون محور نقاشنا في هذا المساء من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. هجوم انتحاري مفاجئ في قلب العاصمة المؤقتة عدن، فرغم الاستنفار الأمني تزامنا مع تواجد الرئيس والحكومة يتخطى الإرهاب المتجول الطوق الأمني مستهدفا عسكريين أمام بوابة معسكر الصولبان في قرمكسر. تفجير أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الجنود وهم متجمعون في انتظار تسلم رواتبهم. سبقته تحذيرات ومخاوف حمله مسلسل الأحداث الإرهابية المماثلة في وقت سابق، وبالتزامن معه اشتعلت أسئلة كثيرة حول غياب الحماية الأمنية لهذه التجمعات. مع أن الصورة والخبر لا تقول الكثير، فقد شهد هذا المكان وهذه المدينة سلسلة من الهجمات على قوات الجيش والأمن، هجمات ليست متقاربة من حيث التوقيت لكنها كذلك من حيث الدلالات. فالشاهد أن حوادث الإرهاب لم تعد مشهدا مستغربا في اليمن عموما وعدن على وجه الخصوص، بل إنها واقع تعايش معه اليمنيون وألفوه في أسوأ الظروف الأمنية خاصة، والبلد يعيش حربا مفتوحة مع الإنقلابيين. تعيد هذه التفجيرات عدن إلى قلب الخطر، خصوصا في ظل تواجد الرئيس والحكومة واستمرار نزيف الجيش والأمن على أرصفة وشوارع العاصمة المؤقتة، الأمر الذي يرفع من وتيرة القلق بشأن قدرة الحكومة والرئاسة على تجاوز كل هذه المخاطر ومهددات فرص البقاء والعمل من على هذه المساحة. ولأن الخسارة البشرية الجديدة التي يتكبدها الجيش والأمن في المدن المحررة كبيرة وباهظة، فلم يكن لهذه الحادثة الأخيرة أن تمر دون أن تعيد رسم علامات الاستفهام في نهايات جمل ومعطيات وإحصاءات سبق أن أكدت الأجهزة الأمنية تراجع العمليات الإرهابية في عدن والمحافظات المحررة. عام وأكثر إذن، ولا يزال سؤال الأمن في عدن على لونه القاني وبلا جواب يطمئن الناس، رغم محاولات تثبيت الأمن والبحث في متاهات إعادة الاستقرار المفقود. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. إذا تابعنا هذا التقرير الذي أجمل وتحدث بصورة مفصلة عن الظروف الأمنية التي مرت بها محافظة عدن العاصمة المؤقتة. اليوم الإرهاب يضرب عدن من جديد، 30 شهيد من الجيش الوطني وما يقارب أكثر من 50 جريح في معسكر الصولبان. الآن ينضم إلينا من عدن للحديث حول هذا الموضوع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن. مساء الخير سيادة اللواء. سيادة اللواء مساء الخير. أهلا، مساء النور. مرحبا بك سيادة اللواء. العمليات الإرهابية تصل هذه المرة إلى معسكر الصولبان ولم تكن المرة الأولى، ربما تكررت عدة مرات، أين هي الجهات الأمنية لعمل الاحترازات الأمنية لعدم تكرار هذه العمليات؟ والله القوى الإرهابية هكذا دائما يعني ما تصطاد في الأوقات الفارغة، لكن بالنسبة للخطط الأمنية هي موجودة ويعني كافة الإجراءات يعني بالنسبة للوضعات ومرتبة يعني بشكل ممتاز، ولكن حصلت يا أخي هذه اللي نأكد لكم أنه مثلا كل هذه هي لن تخيفنا ولن تسرينا عن تنفيذ مهامنا،
ويعني اننا باذن الله تعالى سنقتلع الارهاب يعني من جذوره واصبحنا باذن الله تعالى. نعم سيادة اللواء، السؤال الذي يتكرر دائما، لماذا الجهات الأمنية والعسكرية تستهين بدماء منتسبيها؟ بمعنى آخر، كل مرة تصل العمليات الانتحارية إلى وسط هؤلاء المجندين. في الفترة السابقة كان مجندون ينتظرون تسجيل أسماءهم ويقتلوا سواء في عدن أو حضرموت، اليوم يستلموا رواتبهم. أقصد لماذا لا تكون هناك احترازات أمنية مشددة عندما يحدث أي تجمع لقوات الجيش والأمن؟ يا عزيزي هذول لن يكون لهم علاقه يعني بصرف المرتبات، ولا لجنه المرتبات لن تبدا، وليس لهم اي علاقه بصرف المرتبات، بل كانوا متواجدين يعني في مكان بالقرب من معسكر الصولبان مخزنين، واستغلوا الارهابيين هذا الجانب. نعم. وهاجمهم انتحاري، وكان هكذا يعني الحادث. نعم. انهم بيستلموا رواتب ليس نعم. صحيح. افهم من كلامك ان هؤلاء الذين استهدفوا اليوم ليسوا من منتسبي الجيش الوطني؟ هؤلاء هم اتوا يعني من النحس الكتيبة، أتوا على أساس تقريبا استدعاهم قائد اللواء لرقمهم، بينما هو حصل توجيهات أنه وقف الترغيب حتى إشعار آخر، وبغيهم على أساس يعني في المكان، وكانوا في هذا الوقت مخزنين يعني تحت الأشجار على بعد أكثر من 200 متر من المعسكر، وحضرت الحادث. نعم. طيب سيادة اللواء، إذن كيف تتعاملون إذن مع هذه العمليات، احترازاتكم الأمنية، لا سيما بعد تواجد الرئيس اليوم في عدن والحكومة متواجدة في عدن والجميع ينتظر عودة الدولة بشكلها الكامل؟ عندنا اتخذنا كل الإجراءات لتأمين عدن، و يعني الأوضاع الأمنية بوجود فخامة الأخ الرئيس يعني ممتازة جدا، ولكن هكذا الإرهاب ممكن أن تحصل مثل هذه القضايا. ونحن أيضا عندنا برنامج وخطط أيضا اكتشاف يعني هذه القوى الإرهابية من جذورها بإذن الله تعالى. نعم. طيب سيادة اللواء، إلى الآن هل تم معرفة من وراء التفجير، إلى أي جهة ينتمون؟ نحن شكلنا لجنة أمنية وعسكرية للتحقيق بالحادث، وأيضا متابعة يعني الجهات الذي أيضا تتبعها هذه العناصر الإرهابية. نعم. طيب سيادة اللواء، اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الصحفي باسم الشعبي من عدن. مساء الخير باسم. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا باسم. أنت كيف تقرأ استهداف يعني منتسبي الجيش الوطني هذه المرة أمام معسكر الصولبان، ولم تكن المرة الأولى، تكررت مرارا في عدن وفي حضرموت وفي عدة أماكن أخرى؟ حقيقة هناك فشل وإخفاق كبيرين في الإدارة الأمنية في عدن، وأيضا في يعني إدارة الشرعية للأمور والأوضاع في المدن المحررة. هذه العملية ليست بجديدة، حصلت أكثر من 4 إلى 5 حوادث بنفس هذه التجمعات العسكرية أمام المعسكرات وأمام الوحدات العسكرية في مختلف الأنحاء محافظة العاصمة عدن. آخرها كان التجمع المستجدين المجندين في احدى المدارس في منطقه السنافر في محافظه عدن بمدينه المنصوره، وذهب ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى. هذا يؤكد ان هناك اخفاق، هناك الم بلاء من قبل الاجهزه الامنيه ومن قبل ايضا السلطه الشرعيه. انا صراحه متعجب بشكل كبير جدا وجود الرئيس عبد الرؤوف منصور هادي في عدن، ولم يفعل الجهاز الامني بشكل جيد لحمايه المدينه. هناك دعوات وجهت منذ وقت مبكر من قبل ناشطين وصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع الصحفية للإدارة الأمنية في عدن وللسلطة الشرعية بأخذ الاحتياطات الاحترازية أثناء توزيع الرواتب على المجندين، بأن لا يكون هناك تجمعات خارج إطار المعسكرات، وأن تتم هذه التجمعات داخل المعسكرات نفسها ويتم تفجيرها بسياق أمني
احترازا من وقوع هجمات هذه، لكن هذه الدعوات لم تلقى اذانا ساغيه، وبالتالي حدث ما حدث اليوم. نعم، اذا ربما هناك عدم اهتمام، تريد القول بعدم اهتمام من الجهات الامنيه لتامين المدينه بشكل عام، وايضا اماكن تجمع سواء مدنيين او عسكريين. نعم هذا ما حصل بالفعل. هذا نعم، بس من يتحمل المسؤوليه من وجهه نظرك، الجهات الامنيه ام قياده المعسكر في تفجير اليوم؟ قيادة المعسكر تتحمل مسؤولية كبيرة جدا، الجهات الأمنية في عدن تتحمل، لأن التجمعات ليست فقط في معسكر النصر، هناك تجمعات أيضا في معسكرات أخرى لم تستهدف واستهدف معسكر النصر لأنه كان صيدا شهرا أمام العمليات أمام هذه العملية الإرهابية، لكن إذا ما استمرت التجمعات خلال الأيام القادمة خارج المعسكرات أتوقع أن تستهدف في أكثر المواقع في المدينة. الآن على الأجهزة الأمنية وعلى السلطة الشرعية والرئيس عبد الله المنصور هادي أن يصدر توجيهات يعني جادة بإدخال المجندين والمستجدين والمتقاعدين الذين يستلمون مرتباتهم إلى داخل الوحدات العسكرية لصرف مرتباتهم في ظل حماية أمنية كاملة، ما لم فإن الأمور تسير إلى أسوأ. نعم، طيب باسم تكرم البقاء معي، يعود لسيادة اللواء قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن. سيادة اللواء، إذن ربما المشكلة يعني بالدرجة الأساسية هي أمنية، ولكن أنتم أيضا لا تخرجون من المسؤولية بحكم أنكم أن المعسكر تبع المنطقة العسكرية، ولا بد من تكثيف من احترازاتكم الأمنية على الأقل لتجنب مثل هذه العمليات. هل يعني لديكم الآن أي خطط ترتبونها لعدم تكرار هذه العمليات واستهداف المعسكرات والتجمعات الخاصة بالجيش الوطني؟ صحيح، عندنا خطط ووضعنا خطط، وأيضا عندنا خطط يعني بإذن الله تعالى لتطهير عدن والمناطق المحررة يعني من هذه العناصر الإرهابية الخفيفة. ويعني ما قال الأخ الصحفي أن يعني فشل، ليس هذا فشل، غير صحيح التعبير. نعم، ما هو الصحيح يعني سيادة اللواء؟ ما هو الصحيح سيادة اللواء إذن؟ الصحيح نحن ذكرنا أكبر يعني أسطورة يعني، أما هذه الفقاعات فقاعات خفيفة وتحصل في مثل هذه في الدول الكبرى يعني ما بارك باليمن، ولكن إن الشرعية قوية بعون الله واستطاعت أن تدق وتطهر أكبر يعني. نعم، قوة يعني قاضية يعني دخلت عدن. نعم، وسحلت هذه القوة وهذه البقايا أيضا، أنه نحن بإذن الله تعالى يعني قادرين في القريب العاجل تطهير ما تبقى من هذه الخلايا الخفيفة. نعم، التي نعتبرها يعني خلايا من خلايا الميليشيات الإنقلابية الإرهابية الحوثية والعطاشية. نعم سيادة اللواء، البعض يقول بأن لم تخيفنا ولم تفنينا، وما قال يعني أنه هذا تعبير خاطئ وتحليل يعني خاطئ. نعم، طيب سيادة اللواء، نحن انتصرنا بعون الله والشرعية. نعم، انتصرت وستنتصر بإذن الله تعالى ومنتصرين، وما تبقى هذا لن يخيفنا، ما هي إلا يعني فقاعيع. نعم، بسيطة و يعني خلايا سيتم استكمال تطهيرها. نعم سيادة اللواء اسمح لي، نعم سيادة اللواء اسمح لي، تكرار مثل هذه العمليات الإرهابية يقول الكثير بأنها تبين مدى الفجوة الحاصلة ما بين الجهات الأمنية وما بين قيادة الجيش الوطني، بمعنى آخر لا يوجد هناك تنسيق كافي وترتيب كافي ما بين الجهات الأمنية وأيضا الجيش حتى يتم تفادي مثل هذه العمليات التي تطالكم. أخي هذا لن يتحملها لا القيادة الشرعية ولا القيادة العسكرية ولا أيضا الأمنية، هذه تحصل هفوات أحيانا يعني يتحملها بعض المسؤولين المحددين الذي أيضا ممكن لم يتخذ إجراءات عن حماية أفراده أو تواجد أفراده في مثل هذا المكان. القيادة سواء القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية أو القيادة العسكرية والأمنية تمنع مثل هذا الشيء، ولكن تحصل أنه مثلا بعض يعني مبالاة من بعض الناس. نعم، يعني تستغلها هذه العناصر المنتهية
يعني الذي نعتبرها في رمقها الأخير يعني. نعم. و نعم يعني تعمل من مثل هذه الأشياء، لكن احنا لم نعيلها. نعم. يعني أو يعني تخيفنا أو تثنينا عن تنفيذ يعني مهامنا. نعم. أو أنه مثلا نحن نقبل أنه يقولوا فشل يعني مثلا الشرعية في المناطق المحررة، هذا غير صحيح. نعم. الشرعية طيب سيادة اللواء. نعم سيادة اللواء، البعض يعتبر يعني نعم سيادة اللواء يعني أشياء بسيطة أيضا هي نحن في طريق بإذن الله تعالى استكمال تطهيرها. نعم سيادة اللواء، البعض يقول بأن هذا ربما جاء رد على يعني تحرك الرئيس الأخير ميدانيا، زيارته لجامعة عدن، زيارتها اليوم لمطار عدن، ويعني تتبيب يعني أركان الدولة، وربما هذا جاء رد على زيارة الرئيس وجرس إنذار خطر بأن يعني يقف حاجز أمام تحرك الرئيس والحكومة في عدن. إلى أي مدى ممكن ينجح الإرهابيون في إيقاف تحرك الرئيس والحكومة بشكل أكبر في عدن؟ يعني هذا يعني غير صحيح، وأنهم هم يعني الرئيس فعلا سيتحرك وسيقود وقاد الحرب يعني وحقق انتصار ساحق، وهؤلاء لم يمنعونا يعني من يعني تنفيذ مهامنا. نعم. يعني نهائيا، ولن تثني الرئيس من ايضا المهام التي اتى من اجلها، وهي زيادة العملية السياسية والعسكرية في اليمن بشكل عام من العاصمة المؤقتة عدن. وسيتحرك الرئيس وهو يعني مؤمن وآمن بإذن الله تعالى بالله، ثم أيضا بأبطال القوات المسلحة والأمن المتواجدين في المناطق المحررة في عدن. نعم أشكرك جزيل الشكر قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، كنت معنا من محافظة عدن. أعود للصحفي الأستاذ باسم الشعبي. أستاذ باسم، تقديرك أنت، هل ستؤثر هذه العملية على تحرك الحكومة، على تحرك الرئيس الأخير الذي بدأ يعني واضحا في عدة أماكن في محافظة عدن؟ يا أخي، أولا نحن في الحقيقة لا نريد شعارات ولا نريد كلام حماسي من قبل العسكريين والأمنيين، سنعمل، نحن انتصرنا، نحن عملنا، نحن سوينا. نريد يا أخي، نريد أشياء عملية واقعية على الأرض تنفذ. لم نلمس إلى الآن أي تحركات حقيقية جادة لحلحلة الملف الأمني في مدينة عدن، رغم وجود الرئيس عبد الله منصور هادي في المدينة منذ أسبوع تقريبا. الحقيقة الشعارات هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، الشعارات هذه أدخلت اليمن في مأزق كبير منذ 50 عام وإلى الآن. نريد عمل على الأرض، التحالف يقدم مساعدات كبيرة جدا مالية وعينية، ويقدم إمكانيات كبيرة جدا لحل الملف الأمني، لكن السلطة الشرعية في البلد لا تستغل هذه الإمكانيات وتوظيفها لحلحلة الملف الأمني، وهو أهم الملفات التي تقف الآن عائق أمام ترتيب أوضاع السلطة المحلية وتطبيع الأوضاع في مدينة عدن. الحقيقة هذا الحد الأمني سوف يلقي بظلاله بشكل كبير جدا على التحركات في مدينة عدن، وأتوقع أن الرئيس عبد المنصور هادي ربما تحت هذا ذريعة هذا التفجير سوف يغادر عدن إلى الرياض. أتمنى أن يشتمل الرئيس عبد المنصور هادي في عدن وأن يعمل على الإشراف بشكل كامل على تحسين الوضع الأمني. نعم. في المدينة لا فائدة من هروب السلطة الشرعية والحكومة من عدن، هذا في الحقيقة يفاقم الأمر بشكل كبير جدا ويزيد المشاكل أمام البلد بشكل كبير جدا ويوسع الهوة بين المواطن وبين السلطات الأمنية في المدينة. أتمنى أن يستمر الرئيس عبد الله منصور هادي في عدن ونقبل التحدي وأن يحل الملف الأمني بشكل كامل في المدينة في كافة المدينة. نعم باسم، تحدثت في البداية بأن هناك رغم يعني الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية للسلطة المحلية والأمنية في محافظة عدن بأخذ الاحترازات اللازمة، لكن لم تكن بالشكل المطلوب. الآن بعد هذه العملية، هل حدث أي تغير على الأرض في عدن؟ انتشار أمني مكثف، تحرك أمني بطريقة أكثر حزما من قبل؟ لم نلمس أي شيء إلى الآن، زال الأوضاع كما هي، وعادة عند أي عملية أمنية الأمور تبقى كما هي. نتوقع أن يحدث تحرك خلال الساعات القادمة في هذه الأمور، وأنا أتمنى أنه الآن تستمر دفع رواتب الموظفين، ولكن من داخل المعسكرات الأمنية سنرى عما إذا كان هناك تحرك جاد واهتمام كبير جدا بإدخال المدنيين والذين يستلمون مرتباتهم إلى داخل المعسكرات وتشييك هذه المواقع الأمنية بحراسات أمنية مشددة وعسكرية. إذا حدث ذلك قل هنا التحرك جاد
وايجابي يصب في اتجاه حلحله الوضع الامني في مدينه عدن. واذا ما استمرت الامور على ما هي عليه فهناك اخفاق كبير جدا، بل هناك عمل متعمد لابقاء عدن رهن العمل الميليشاوي والعمل الارهابي. نعم باسم، سؤال قبل ان اودعك، كيف تفسر اذا عدم الاهتمام من قبل الجهات الأمنية أو عدم التعامل بهذه الصورة الغير جادة بتثبيت الأمن في محافظة عدن وعدم الحضور الكافي الذي يواجه هذه العمليات التي تحدث؟ يا حقيقة الإدارة الأمنية في عدن حققت نجاحات كبيرة جدا خلال المرحلة الماضية، حاربت الجماعات الإرهابية بشكل كبير جدا في مختلف أنحاء المحافظة، حققت إنجازات كبيرة جدا، كشفت أوكار كبيرة جدا، كشفت مصانع ومعامل سلاح في المدينة، حققت إنجازات كبيرة جدا. الوضع الأمني في عدن يشهد تحسن كبير جدا منذ الشهور الثلاثة الماضية، لكن هناك فجوات ما تزال قائمة، فجوات كبيرة جدا لم يتم استغلالها ولم يتم رجمها إلى الآن. هذه الفجوات في الحقيقة تفسد ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والسلطة الشرعية في البلاد. هذه الفجوات ينبغي إغلاقها بشكل كامل، وينبغي العمل بشكل جاد لإغلاق كافة البؤر والفجوات الأمنية في المدينة. إذا ما حصل ذلك فهناك تباشير خير على هذا البلد، وإذا ما استمرت هذه الفجوات تعمل في الحقيقة سوف يظل القلق يتسيد المشهد في المدينة. نعم طيب باسم، اسمح لي أن أشارك معنا مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي من الرياض. دكتور فيصل، ضرب الإرهاب هذه المرة لعدن مرة أخرى، برأيك الدلالات والأبعاد من هذا التفجير في هذا التوقيت مع حضور الرئيس وعودة الحكومة إلى عدن؟ أولا مساء الخير على الإخوة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. حقيقة الإرهاب دلالاته واضحة، سواء كان الأخ الرئيس موجود في عدن أو غير موجود، فالإرهاب لا هدف له إلا الخراب والتدمير، والمثل اليمني يقول مخرب غلب ألف عمار. لا نقول أنه قصور في إجراءات الأجهزة الأمنية أو في أدائها أو في اتخاذ الحيطة. أنت عندك في عدن حوالي 1,000,000 مواطن وعفاش ضليع في المؤامرة، ظل 30 سنة وهو يشتغل للوصول إلى هذه الأيام أو إلى هذا الوضع الذي نحن فيه. لا شك أنه طبعا من بين هؤلاء في أشخاص مزروعين ويحاولوا أنهم يستغلوا يعملوا عملية هنا أو هناك حتى يعني يكسبوا صدى إعلامي أو يحاولوا الإيحاء بأن عدن غير آمنة كعاصمة أو أنها غير مؤهلة كعاصمة. لكن حقيقة أمن الناس بشكل عام في عدن أصبح طبيعي، وهذا ملموس لدى كل الإخوة المواطنين، أصبح يستهدفوا يعني نقاط للتواجد الجيش أو القوى الأمنية أو شخصيات مهمة حتى يحدثوا صدى إعلامي لهذه العمليات، وقد رأينا تقلصها. وكما أشار ضيفك الأخ باسم بأنه قد تم ضبط كثير من الأوكار ومصانع ومعامل وسيارات كانت مفخخة ومجهزة للتفجير، كل هذه جهود تحسب للأمن، خاصة إذا ما عرفنا أن سلطات الانقلاب أو ميليشيا الانقلاب أول ما دمرت البنية الأمنية. نحن كنا نعرف أن عدن تحكم بقبضة أمنية كلها من المحسوبين على عفاش والذين تحولوا فيما بعد. طيب دكتور، ولكن دكتور نعم دكتور، لكن نعم نعم دكتور، مع يعني حقيقة ما طرحت من نقاط هامة وأيضا توغل الرئيس المخلوع وحكم المدة 33 عام بالتأكيد لا زال يحرك الأوراق التي يملكها وخاصة في جانب الإرهاب، لكن كما تعلم العمليات التي تحدث في مكان كمعسكر، في مكان المفترض أن يكون أكثر حماية أكثر تشددا من وصول أي عملية إرهابية تطال هذا المكان، لماذا تتكرر في عدن وفي حضرموت وفي عدة أماكن في اليمن؟ أولا يا أخي الكريم، كما قلت الإرهابيين هؤلاء أصبح يعني لا هدف، يعني أعداء الحياة، هم يضحوا بأنفسهم من أجل تخريب أو تدمير حياة الآخرين. أنت كمعسكر أو شيء من هذا القبيل يأتيك شخص
يريد أن يموت، بماذا تخوفه؟ يخترقك ويموت معك، وهذا هو طبيعة العمليات الإرهابية. يعني لا نريد أن نقول أن المعسكرات يعني يجب أن يكون لها مثل الحرم، يعني مساحة على بعد كيلومترات يجب أن تؤمن المنطقة، لا، المعسكرات هي في وسط المدينة، وبالتالي أيضا في طرقات تمر من جانبها، وفي حياة الناس أيضا في أحياء محيطة بالمعسكرات، وهذه كانت من أخطاء الماضي. يجب الآن أن نتحدث عن أنه يجب أن تخرج المعسكرات خارج المدن حتى نعم. تستطيع أن تؤدي دورها، وأن يكون الناس بمأمن من استهداف نعم. هذه دكتور المعسكرات، هذه اللغة التي تتحدث بها نعم. دكتور دكتور كما حصل الآن عندما نعم. تحولت المعسكرات إلى أوكار للميليشيات نعم. الانقلابية. دكتور دكتور يعني استهداف المعسكرات هو من قبل أشخاص كرهوا نعم. الحياة وكرهتهم نعم. هو يأتي يفجر بنفسه ومشان يقتل له كم جندي من المساكين وحاجة زي كده على بوابة المعسكر نعم. أو قد يخترق ويدخل إلى نعم. أقرب حاجة دكتور داخل اسمح لي نعم دكتور اسمح لي سؤال أخير. ربما هذه اللغة التي تتحدث فيها، وربما البعض سيفهم بأنك الآن تخلي المسؤولية عن الجهات الأمنية وعن قيادة الجيش الذي هي مسؤولية حماية هؤلاء في هذه المعسكرات بهذه الطريقة، بأن الإرهاب يعني يطال كل شيء. إذن ما هو الضامن في المستقبل بعدم تكرار هذه العمليات؟ إذا كنا نحن من نسوق التبرير للجهات الأمنية والجهات الحكومية والسلطات المحلية في هذه الأماكن، الضامن يا أخي الكريم أن هناك إنجازات تتحقق. كل يوم نسمع عن ضبط خلايا، كل يوم نسمع عن ضبط معامل، كل يوم نسمع عن إحباط عمليات وهي تتناقص، وكل يوم الإرهاب يحاصر من يوم لآخر. يعني نحن ماضون، ولا شك أن هذه أيضا العمليات تعطي للجهات الأمنية للجهات العسكرية مؤشرات عن استراتيجية الإرهاب أو عن أساليبهم، فكل يوم وهم يتعلمون يعني كيف يواجهون هؤلاء. لكن نحن ماضون إن شاء الله يعني لا تراجع عن فرض الأمن والاستقرار وحماية كل شبر في اليمن وكل مواطن وكل جندي. مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي، شكرا جزيلا لك دكتور، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة إلى عدن مع الصحفي الأستاذ باسم الشعبي. أستاذ باسم، إذن هذه التفجيرات، هذه العمليات، من وجهة نظرك هل ستستمر في عدن أم ربما ستكون الأخيرة وهناك إجراءات مشددة مع تواجد الرئيس، تواجد الحكومة؟ نتمنى أن تكون هذه العملية هي العملية الأخيرة في ظل تواجد الحكومة والرئيس عبد الرب منصور هادي. أتمنى أن تكون هناك استراتيجية أمنية حقيقية لمعالجة الملف الأمني، وألا تكون هناك عملية اجتهادات شخصية وعمل فزعات من قبل الإدارة الأمنية ومن قبل السلطة الشرعية في البلاد. ينبغي أن يكون هناك استراتيجية، هذه الاستراتيجية ينبغي إعدادها بمشاركة التحالف العربي لحلحلة الوضع الأمني وإغلاق كافة المنافذ والبؤر أمام الجماعات الإرهابية في المدينة ومنعها من زعزعة الأوضاع والاستقرار في مدينة عدن. عدن اليوم هي العاصمة المؤقتة للبلاد، تحظى باهتمام دولي غير مسبوق، وتحظى باهتمام كافة اليمنيين على الرقعة اليمنية قاطبة. بالحقيقة استمرار وضع مدينة عدن بهذا الشكل يعني يشير إلى أن لا توجد هناك إرادة حقيقية من قبل السلطة الشرعية في البلاد، وبالتالي السلطات الأمنية في مدينة عدن تبذل جهود كبيرة، لكن هذه الجهود ستصطدم بألا مبالاة من قبل القيادة الشرعية في البلاد، وبالتالي ستفتر في مرحلة من المرحلات وستحدث هناك فجوات كبيرة جدا. نتمنى أن يكون هذا الحادث هو الأخير، وأن تكون هناك استراتيجية أمنية حقيقية مرسومة ومنسقة مع التحالف العربي لحل المشكلة الأمنية في البلاد، وبالتالي يكون هناك أيضا تعاون مع المجتمع في الكشف عن الجماعات الإرهابية وأيضا في حلحلة الملف الأمني بشكل كامل في عدن وفي المدن المحررة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي باسم الشعبي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر أيضا للدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، والشكر أيضا للواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، والشكر أيضا لمعد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.